الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kembali kepada seluruh jamaah. Agar kiranya kami dari pengurus Masjid Al-Mu'minin dan petugas nanti ada menyebarkan sebuah kotak infak untuk Masjid Al-Mu'minin, yang mana ini untuk Masjid Al-Mu'minin untuk pembangunan di tahun 2022. Agar kiranya para petugas masjid, petugas di lapangan bisa ke tempat-tempat yang sudah ditentukan. Kemudian yang di dalam, kepada para jemaah celengan yang di samping kiri, agar kiranya mohon dijalankan sambil menyediakan infak yang terbaik untuk Masjid Al-Mu'minin. Mudah-mudahan yang Bapak Ibu infakkan, para dermawan, para donatur ini yang terbaik untuk masjid, dan mudah-mudahan Allah balas yang berlipat ganda yang terbaik di antara yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita berataan selalu senantiasa mendapat rahmat dan barokah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bapak-bapak, tolong sapnya majukan belah. Jadi banyak yang berlubang masih. Nah. Minta tolong menampian. Jadi yang minta dudi kawa masuk. Kelihatannya banyak nang kosong di dalam. Tolong bermaju dulu. Nanti yang minta dudi bisa di belakang. Terima kasih. Minta maaf. Minta rela. Thank you.